السؤال اللي بيشغل كل ست في الدنيا، يا ترى هو مخبي عني ايه؟ والسؤال اللي بيشغل كل راجل في الدنيا، وانت مال اهلك؟ وبين السؤالين دول حوارات طويلة. انت كنت فين النهاردة؟ كنت فين النهاردة؟ برا. برا فين؟ برا مع اصحابي. صحابك مين دول؟ صحابك مين دول؟ مع احمد. انا مع احمد. احمد مين؟ احمد حسن. كان معاكوا حد تاني؟ كان معانا فتحي. فتحي جالنا قاعد معانا في الاخر. كنتوا قاعدين فين؟ قاعدين هناك. قاعدين هناك فين؟ هناك في القهوة يا اعتماد. كنا قاعدين في القهوة. هنقعد فين يعني؟ كنت بتتكلموا في ايه؟ كنا بنتكلم في كلام. كلام من اي نوع؟ المرة الجاية هبقى اكتبه لك. اجيب نوتة واكتب فيها الكلام، كل ما حد يقول حاجة قبل ما تعجبني، قبل ما اضحك عليها، اروح كاتبها لك عشان ترتاح يا اعتماد. يكون احسن. استجوابات وتحقيقات، ولا كأنها قفشتك في لجنة بتهرب علامات استفهام. ايه؟ الصراحة راحة صحيح، بس مفهوم الصراحة بالنسبة لنا احنا كرجالة مختلف عن مفهوم الصراحة بالنسبة لكم. انتوا عايزين نوعية اجابات غير اللي احنا عندنا استعداد نقولها. يعني مثلا لما تسأليني كنت فين النهاردة، هقولك كنت برة، وهي برة دي اجابة؟ وانا عارف انها مش اجابة، بس اجابة ايه اللي انت عايزاها اصلا؟ اللي هي ما تعرفوش ان انا اساسا ما بخزنش النوع ده من المعلومات في دماغي، واي عملية سيرش عليها هتطلع بنتيجة واحدة، فايل نوت فاوند. انا لا بكذب ولا بخبي، بس هو ده اللي في دماغي فعلا. كنت فين؟ كنت برة. انما لان انتوا بتفكروا بالتفصيل الممل، بيتحول الحوار لاستجواب من استجوابات جوانتانامو. النوع ده من الاجابات مش وحش بالنسبه لها، قشطه يعني، انما وحش بالنسبه لك انت، لانه بيصنفك، بيدخلك في فئه الرجل الغامض. والرجل الغامض ده مش بيستجوب بالاسئله التقليديه، ياه ده تليفونه بيتفتش يا معلم، والتايم لاين بتاعه بتفرز كلمة كلمة وإيموشن إيموشن. بيتعمل له ملف في أمن الأسرة، كل يوم يتحط له فيه بلوى جديدة، لحد ما يجي اليوم وتحط قدامك الملف ده كله وتسمع منها كلمة واحدة: طلقني. يا نهار اسود، أطلقك؟ قشطة ماشي، أطلقك، بس تعملي حسابك تكويلي قمصان تكفيني أسبوع لحد ما أجيب واحدة غيرك، عشان ما تتنقلش من الخانة به لفئة المسجل خطر ألف، لازم تسد خانة التفاصيل بأي حاجة في الدنيا. سدها بأي حاجة في... اعمل زي يا أخي، ألف. كل واحد مننا جواه سيناريست بيظهر في المواقف اللي زي دي. أمال إيه؟ اسكتي أما كان حتة يوم شفت زي الزفت وتعب، وناس كتيرة كانت ملمومة علينا، وبعدين الإدارة عملت لنا اجتماع وقال إيه؟ عايزين يفصلوا شوية مننا. بس جوزك إيه؟ من الناس اللي شايفه شغلها كويس. ادعي معانا بس ربنا يستر. هي بتدور على دراما وانا بألف لها الدراما دي. كنت فين النهارده؟ كنت مع فتحي صاحبي في كوستا. رحنا هناك وقعد يتكلم معايا ويرغي ويفضفض. المسكين طلع بيشك في مراته، او النعمه بيشك في مراته. تصوري بيسجل لها؟ يا الراجل ده اتجنن والله. قعد يتكلم يتكلم والله، صعب عليا وكان متعكنن قوي 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 قوي. هي دلوقتي عندها حدوته تنشغل فيها وفي تفاصيلها وتتوه عن الهدف الأساسي. الهدف الأساسي اللي هو أنت. الصراحة راحة فعلا، بس الأحسن والأريح إنها تبقى صراحة بالتفصيل الممل. أنا عايز أعرف دلوقتي حالا أنت كنت فين النهاردة؟ ما هو راجل خيبة. شفت رجالة وتعرف يعني إيه رجالة؟ Thank you.